السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم شاتس. نهار ديال الروتار سمحوا لي التراك هذا خرج في هذه الوقيته اللي ما كنتش غندير حتى فيديو وما كنتش غندير حتى فيديو صوت علاش ما طلع لي التراك هذا. حاولت نديرو باه صراحه نحاول ندير حتى خرجوا بالليل جو بونس خرج التراك هذا بالليل والبارح. المهم الناس اللي متبعيني في القناه راه عارفين بانني راه ماشي فاش ما كنديرش راه ما كاين والو. البارح راه حطيت جوج فيديوهات نهار اللي قبل شي ثلاثه واقيله وغاده بحال هكا. انا شي خطرات كنلقى عندي والله شي خطرات راه كنسجل فيديوهات وكيبقاو كيتسناو عندي خاصني نخرجهم فهمتي. كتسجلهم 4 ايام 5 ايام خاص تخرجهم ولكن حيت بنادم كيخرج تراكات خاص كتقول وا صافي نصبق انا حتى كتلقى فيديوهات مستوكين عندك خاصك تخرجهم. داكشي شي خطرات كيقدو يبان لك ديكالاج فيديو راه مديوره وقيل هادي 3 ايام ولا 4 ايام ولا شي حاجه ما عليناش. شوفوا كجما بزاف ديال الناس قالوا لي راه بدل ستيل رابا بطريقه مبدله وهادي التويشيات صافي بون شوز. باقي نتعقلوا اخر رياكشن قلنا على كجما فهاديك الرياكشن كان ديجا فيها واحد شويه ديال التغيير. فهاديك الرياكشن كنت قلت لكم حاسب كجما ما بقاش حامل ان نبقاو نقولوا لي ولد بوز ولا في الخيال ديال بوز ولا كيرابي بحال بوز. حسيت بيه وكانت واحد لونفي سو نشوفوا اليوم قال لك بدل شكرا مستر شكرا. القطه الصغيره ماما القطه جالسه لتحت قرب الراع سو ديجا صاد المود هذا اللي بادي به وهذا الفلو هذا اللي لعب به الى دفاع. هنا ديجا كاين واحد التغيير على البدايه ديالو هو طبق عمري يا من بكري وتنجري الوالده اللي خلاتني نكون زيرونية ما تنقلمش بالبلية تحت ما يكلمني من غير هي تحت ما يكلمني من غير هي ده مع الوالدة اسابيان بقى ديجا كجمع انت باقي صغير فهمتي. الا جاك جما تا هو يدوي على البليه ويقول لك البليه وهادي راه بزاف غنوليو الدراري الصغار اللي دار شي حاجه يديرها تخبيه يستر راسو باسكو راه كاين اللي غير كيشوفك كيبغي يدير بحالك غير كيشوف كيبغي يدير انت كتبان ليه انت هو اللي كتعرف دير اي حاجه واخا تكون كدير الغلط. سو سي بيان ميساج بحال هكا من غير هي ما كاين حتى حاجه اللي كتش ما تتكلميش ما تنكلميش بالبليه حتى حد ما كيكلمين من غيرها هي زعما الوالده ديالو اللي الله هضر عليها. والله يخلي لنا الوالدات ديالنا والله يطول لكم في عمر الوالدات ديالكم اللي توفات لي الوالده ديالو الله يرحمها والله يجعل من اهل الجنه. بغيت نقول لها سمحي لي بغيت نقول لها سمحي لي هاد القضيه ديال بغيت نقول لها سمحي لي وازنه بزاف 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 وما عمرها ما كتكون في الدماغ ما عمرها ما كتكون في الدماغ ديالنا ديك سمحي لي الوغ كو الا كنا عارفين شنو كدير الوالده ولا شنو كدير الوالده ديالك راه كل نهار فقتي غتقول لها سمحي لي وكل نهار قبل ما تنسى تقول لها سمحي لي سمحي لنا على التمر اللي كتضرب علينا مسكين. ولدها كلها في الزهر تنبغي نقول شكرا لقى لي ضربوني ورا الدار تنبغي نقول لهم شكرا خلاوني نكون قاصح من الصغار يا تنبغي نقول لهم شكرا واخا الدرين ديال لهم نخسر تنبغي نقول لهم شكرا خلاوني نكون سما من الصغار خلاوني نكون سما من الصغار. جام حتى الصوت ديال صراحه ما عرفتش نتوما واش كت ملي الصوت ديال كجما زويون صراحه عنده واحد الصوت زويون سيتي دوماج دوماج كون كنبقى غادي غير في داك السيل صراحه عندنا بوز. انا بالنسبه لي انا كجما ما كنتش غنبقى نتمسك ليه كنبقى غادي في السيل ديال بوز ما كنتش غنبقى نتمسك ليه باش صراحه باسكو ديجا عندنا بوز ديجا عندنا بوز وبوز اغلبيه ما كيبدلش الفلو كيغني بنفس الطريقه سو لاش غنزيدو واحد اخر لاش غيتزاد واحد اخر وما عمرك ما غادير شي كارير كبير الا بقيتي كتغني بحال بوز طوال الوقت ولا قصار غيجي واحد النهار غيقول لك فلان بزاف. مي دابا هنا 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 دابا كتحيد ديك الجاكيطه كتحيد وكتبين بانك عندك بريزونس ديالك وعندك شي حاجه وعندك عندك عندك تفكير موسيقي مغاير لداكشي اللي شتي وهادشي زوين سا سي بيان احسن حاجه تكون عند حنت. اشنو كنتسناو حنا من رابور ولا اش كنتسناو من واحد هو ان التفكير الموسيقي ديالو يكون زوين باسكو في الاخر راه كيديروا موسيقى في الاخر انت كتسنطرا كتقول زوين ولا ما زوينش ودي فوا يكون تراك كيعالج شي موضوع ما عرفتش كاين وبنان كيقول لك ما تراك ما والو فهمتي. يعني خاصنا نقدروا نوافقوا ما بين
موسيقيا اهم حاجه من يسمع الواحد تكون موسيقيه. الموسيقى ديزا زوين. ابري سا كيعالج موضوع نحط لي فواحد القالب زوين اللي معاه غيتمزك غادي يوصل الميساج مزيان. واخا الدريم ديالهم نخسر ديالهم نخسر صافي غنخسر لهم الحلم ديالهم. دار لينا لا برود جيل سيكا جو بونس هذا هو اللي كيدير لي لا برود ديما شو با ترو سور شو با سور مي لا برود زوينه حتى هي دايره خدمه زوينه ان توكا تراك علاش مغني اون جينيرال هاد شكرا هادي انا في الاول ما عرفتش انا شكرا ديالاش غتكون هاد شكرا ولكن شكرا شكرا للناس اللي بالاديه ديالهم ولا بحاجه اي حاجه خايبه دارها في حياتي خلاوني نكون اقوى خلاوني نكون بلو فور على شنو جاي باش نقد نقاوم باسكو دي فورا ملي كيصحابك راه كلشي زوين الحياه ما كتبغيش تقصاه ما كديرش ما كتحاولش تدافع دايرين بك الصحاب علاش غادي علاش غترد البال فهمتي ملي كيكون ضارب بك الصحاب ما كتردش البال ملي غتكون شي بلاصه اللي ما كتعرف فيها حتى واحد كتكون على القرا ديك العباره رد البال وحاضي وشوف فهمتي حاضي حادي سواريك ولا ما عرفتش كي كيقولوا لها سي لا ميم شوز. دابا هنا هو كيقول لهم قلت شكرا وكيشرح لهم بان راه داكشي اللي درته هو اللي خلاني انا نعيش حياتي في الضو ما نعيشش بالظلام انني نكون بلو فور انني نمشي للحلم ديالي سي بيان السوجي زويون. ورقتي قاده بالامي صافي دابا هي اللي غنخوي فيها الالم ديالي ما كنتش غنحبس على هادي ولا اني معاها قالها في الاخر جات زويونه ورقتي قاده بالامي زعما هي اللي غتجمع كاع الالم ديالي غادي نكتب فيهم الالم اللي باغي. كيرابي زوين كيرابي زوين كجماعه صراحه انا الخوت صراحه والله الا فرحت وحق الله ما كنبغيش شي واحد يكون كيشبال شي واحد فهمتي ما اكثريه في موسيقى اكثريه في موسيقى وبديا زوينه دار بينا بانه الي كابا يدير داك السير ودابا صراحه كيكونفيرمي بانه راه ما غيبقاش في داك السير ما يبقاش محدود غادي يقد ينوع عنده افكار اخرى عنده ستيل اخر وهادشي اللي زوين صراحه وكيرابي زوين كيرابي زوين صراحه الطريقه باش كيرابي بها جميله كجما حنا اللي كنبغيو نقول لك شكرا حنا اللي كنقول لك شكرا السيجما واخا باقي صغير افعال ديال من هي اللي كتعطي المرتبه ديالو ماشي العمر ديالو ولا هذا السيجما على التراك هذا برافو خويا اي شكرا بزاف شكرا اللي ديجا سكتي بزاف ديال الناس اللي ما وثقوش فيك ولا كانوا كيصحابوك راه غير كتعاود داكشي اللي كيدير بوز برافو هنا 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 وليتي كتبين بانك فهمتي ديال راسك قاد تكون ديال راسك وهادي احسن حاجه باسكو بنادم واخا نكون عندي انا شي قدوه في حياتي ولا خا نكون انا كنت كنصنت شي واحد كان كيبان لي ما خاصنيش نبقى حابس راسي في هذاك الشيء
صافي كنقدو، ولكن ما عمرني ما نقول لراسي لا ما عمرني ما نقدر نفوت شي واحد. نو، بالخدمه بالمثابره بالايمان بالاهداف ديالك، ايمان بالمؤهلات ديالك تقدر توصل. شكرا بزاف جماعه على التراك هذا فريمون زوين. الصات اللي دار لك لابرود جيل سيكا، جوبونس ديما كيخدم معاك دار لك خدمه نقيه في التراك هذا صراحه، باسكو هذه لابرود اللي غادا مع التراك هذا. لانستري كيخلي الرابر نسمعوه مزيان، كيخليك فريمون كتسمع الرابر بحال كازيمون ما كاينش لانستري غير معاون. برافو لهم جوج، خدمه زوينه. ودابا راك الفراجه، دابا راك الفراجه الجمه ديالها بصح، راك الفراجه الموسيقى ديالها بصح. اي بيان سور من حقه يعاود يرجع يدير تراكات بحال هذوك، حنا غير نوعنا اخويا، نوعنا ما يبقاوش تراك كيشبال تراك. هادشي اللي باغين، هذا ما كان هادشي اللي بالي انا في التراك. اش بان لكم نتوما يا الجمه بدل ولا ما بدل السيل؟ انا بالي بدل السيل صراحه، بالي بدل السيل كونفيرمي داكشي اللي بالي في التراكات. هما اللي خلاوني صراحه لي كومونتير، هما اللي خلاوني بغيت ندير رياكشن لهادي باسكو بالي كومونتير تبدل هذا جمه. برافو صراحه، هذا مغاير تماما للتراكات اللي كنخرج قبل. هذا ما كان، كان معكم خوكم الشات. شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، كنقراهم كاملين. ولا بقيتي دابا خلي شي لايك وتهلا في راسك.